سناب عندك اليوم خمس صور ابتدأها الله بالحمد يعني بالحمد لله لحظة لا قول الآية الترتيب الأنعام يا شباب واحدة واحدة الحمد لله فاطر السماوات والأرض هذه يعني صورة ايش؟ فاطر إذا مفاطر الكهف الحمد لله ذات العافية والأنعام ابدأ للآية سبأ وسبأ والسجدة لا 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 شباب خمس صور ابتدأها الله بحمده الفاتحة والأنعام والكهف الفاتحة الحمد لله رب العالمين وفاطر الحمد لله الذي يسر لحظه حبيبي وش يقول ايش سبحانه ليش لا لا الحمد نعيد الفاتحه الانعام الكهف سبأ فاطر فاطر احسنت السؤال الحين واضح دوام. طيب ملكه لا لا رجل دقيقه انت ملكة قلت خمسة. سبأ لا انت قلت خمسة انا اقول أربعة ليش أربعة ايات بدات بحرف الشين يا عبد الله برضو الله برضو ما حيجيبها ما حيجيبها والله انا جيت لا لا قالها لنا والله بس واحده نضيعها شرع الله شرع لكم من شرع لكم من الدين ما وصى به شهد الله شهد الله انه لا اله الا هو في سوره ال عمران احنا وين في اي وقت احنا شهر رمضان الله ما شاء الله شهر رمضان الاخيره هذه اللي تجيب البحث هذه اللي دائما نضيعها انا وانت في كل موسم يطرحها علينا لحظه لانه هي جايه وسط قصه كده ولا يظن انها بدايه شرك شركاء لا هذيك شركاء متشاكسين ليست بدايه لا بس ليست بدايه الايه انت بدايه ايه لحظه شوف شهد الله وشهر رمضان وشرع لكم من الدين ما وصى هي في سوره النحل اخر سوره النحل شهداء قبل الإسراء كذا لحظة لحظة قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام والله مثلا قرية كانت أبغى أغش بس ما قدر لا لا لحظة إبراهيم في يعني قصة إبراهيم في سورة النحل كان أمة قانت لله حنيفا شاكرا شاكرا سلام عليه قلنا خمسة بعدين والله أنا قاعد أقول إنه فيش بعد الشين ألف بس إيش هنا الحرقان يا سلام 12 حرف جاني بعد الآن قلنا إيش خمسة بعدين أربعة الحين ثلاث ثلاث ثلاثة آيات بدأت بحرف الدال دال دحورا ولهم دحورا في سورة صفات ولهم عذاب واصل دعواهم في سورة يونس لحظة أخليكم واحدة ما شاء الله عليك وين الصورة وين دعواهم لا دعواهم خلاص دعواهم فيها سبحانك دحورا 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 في الصفات طيب في سورة النساء دقيقة في المواريث لا لا, 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 لا لا يعني بعد المواريث ايوه ده ايوه ده بالنصب بالنصب اي نعم ده بعد الدال ايش بس عبد الله عشان ايش راء در ايوه هاي هاي ايه لحظه ده درجات درجاتي درجات درجات ورحمه يا سلام بس ترى هذه الاسئله يا عبد الله اسئله حلوه وذكيه اجمل بس لما تسال في وقتها يجيك شلل ايوه ترى انا اعرفها بس راح انا انسى خلي يا ابو اجمل الثقافه والتثقيف في كتاب الله طيب الله طيب الكلمه عبد الله صل على النبي الله يصف عليك دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك يا سلام عليك لا قول له تحيات لله التحيات لله طيب انا عندي تحيات لله لا لا فعلا الصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته هذا صار موقف بيني هذه في سوره الطارق قال الله عز وجل فما له من قوه ولا ناصر الامام عمو يعني اسمك ورد في القران ايش معنى قوه هنا ايش معنى ناصر هنا من يبغى مويه يا اخي ادينا السياق اللي قبل انت كذا اديتنا نص الايه قوه شخصيه ذاتيه داخليه الشخص نفسه والناصر من خالق يعني هي جاءت بعد خلق الانسان صحيح احسنت يعني شوف خلق الانسان الله يعني الانسان ليست له قوه فليس له قوة داخلية ينتصر بها ويخرج بها من ما هو فيه وليس له ناصر من الخارج سؤال لو يجيبوا النقيب هذا بس تعرف تجيبه في العاديات لا لا جد العاديات قيل أنها الخيل وقيل أنها الإبل يعني على قول المفسرين أن العاديات هي الخيل الله عز وجل ابتدأ بها صح والعاديات ضبحة ثم وش قال الله بعدها في سياق الآيات إن الإنسان لربه لكنود إيش السر في أن بداية الصورة عن الخيل ثم ليأتي الحديث عن الإنسان وأنه كنود وإيش معنى كنود معناه أنه يذكر إيش ذكار يعني للأمراض والحوادث يعني وينسى الخير يعني جحود كنود معناه جحود باللغة العربية أي بس كنود معناها يذكر فقط الشر الذي حصل له وينسى الخير نعم ها قربناها الحين نعم إذن إيش السر في أنه كانت البداية بالخيل والعاديات ضبحة إن الإنسان لربه لكنود لأن الخيل من الخير الخيل من الخير ها من النعم يعني اللي
إذا الواحد امتلك الخيل فانت بعض النعم يعني. يا أخي هو ضرب لأنه مغزى الآيات كانت على الخيل اللي في الحرب في الجهاد نعم. فالإنسان في كفاح في حياته. قريب ترى كلكم. قول. الخيل لما ربيتها واحتجتها في يوم الجهاد والوغى كانت معك، وأنت أيها الإنسان كم رباك الله بالنعم، فلماذا أنت كنود؟ على الأقل كن كالخيل أنها لا تنسى الجميل، وكن وفيا كوفائها. أنت المعلومة جبتها يا شيخ ناصر. يا شيخ ناصر عندي جبتها مظلي فاجأتك تحت الله حياك طيب يلا من الحشرات في القرآن الكريم. حشرات العنكبوت يا سلام. البعوض. البعوض النحل من صور ما قلت صور ولا كا ولا صور أيه. النمل النحل عنكبوت حشرات والقمل والضف والقمل لا 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 هذه الآيات يا أخي صورة صورة اسم الصورة يلا باقي النمل النحل الجراد العنكبوت لا اسم الصورة اسف والله معليش النمل والنحل بالعقال متأكد النمل والنحل والعنكبوت ايوه طيب خلاص الفيل بس مو من الحشرات استهونهم بالنقيب ها لا لا هو يقول حشرة استهونهم بالنقيب قول اخر واحدة لحظة ما في بالبايل شيك شوف معك من الفاتحين للناس لا لا يعني ما في اسم رئيس ولا مشتق لا 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 شوف ما في صوره مركبه النمل النمل والنحل والعنكبوت زي كذا تمسين الزيتون الله يروي علينا الوقت تين اسمه اقصد انت مركب هو بس كنت كمان لا تين مو مركب في بعض الصور لا اكثر من اسم قال ما في النمل النحل العنكبوت ما في طيب يا شباب الارقام واحد يلا شباب الارقام واحد شاهدها كيف قل هو الله احد قل هو الله احد واحد اثنان هو الله الواحد الواحد الاحد اثنان اذا ما في الغرب من هو الله الواحد ثانيه اثنين ثالث هو لا لا سيقولون ثلاثه ترى رابعهم ايوه طيب رابعهم قلبهم خامسهم قلبهم ثلاث عورات لك ها اربع عورات لك خذ 14 و10 14 و10 خمسهم كلبهم لا خمسه ايوه خمسه خمسة سادسهم كلبهم أيوة. أي أيوة. أحسنت خمسة ستة سادسهم في ستة أيام الله عز وجل خلق السماوات في ستة يلا يلا سبعة سماوات سبعة 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 ثمانية ثمانية لا ثمانية عشر ربك فوقهم يوم إذن ثمانية تسعة تسعة عليها تسعة هذه تسعة عشر تسعة رهب تسعة رهب عشرة تلك عشرة عشرة كاملة أحد عشرة كوكبا عشرة كوكبا إن عندنا عشرة إثنا عشرة شهرة يلا هنا 13 هنا لا إثنين عشرة نقيبة حقت 12 نقيبة أيوة 13 صدق هذه طرت علي السالفة اللي جاء وقصد عند الملك كمل 12 لا لا ما في والله لانه قصه جميله صراحه لا كمل لا 14 بس احنا رجعنا 14 لا ما في اقوى 12 والله العالم انها اخر شيء 19 لا قصدي اخر شيء من الطعشات هذه يلا 20 صح 19 يلا 20 يلا مستوى عالي يا الله حنون يا الله نبغى احد يشرون صابرون واحد ياكل الفجر صابرون يلا في ال100 في ال1000 دقيقه خلينا نمشي 20 يلا ايش كمان بعدها 30 في 30 30 هنا في 30 يوما 30 شهرا 30 شهرا هو في صاله 30 شهرا بعدين 40 سنه حتى اذا بغى ايوه حتى اذا 50 هذه 50000 يبي يذن خلاص يبي يذن 50 ما ادري 60 يبي يذن 60 ها هذه 3 دقائق 60 ايش لا ما رقم 60 ما في 70 ما في 80 ما في 90 ما في في 100 100 في هي يكون منكم يا شباب بنصلي بالقريه الشعبيه فين نروح نقعد هناك بس باذن الله كمل والله دقيقتين في لفته في لفته في صوره يوسف عليه السلام القصه هنا لا قال عندي قصه انا اقول لك هي نفس جاء اعرابي وقصد عند احد الملوك قال له احسنت اطلب ما شئت اطلب قال اطلب احسنت اطلب ما شئت قال لا. تم شوف بعد الموضوع بس بطلب منك على كل
آية أذكرها وكل عدد من آية أذكره تعطيني عليه دينار. قال الملك ما عندك مشكلة. قال إلهكم إله واحد. قال أعطوه دينار واحد. قال ثاني اثنين يذهما في الغار. قال أعطوه دينارين. قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال أعطوه ثلاثة. قال فخذ أربعة من الطير. أربعة. قال سيقولون خمسة وسادسهم كلهم. قال أعطوه خمسة وأعطوه ستة. قال سبعة وثامنهم كلبهم. سبعة ويحمل عرش ربك فوقهم. سبعة سماوات. سبعة سماوات. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. زادوا. أيوة. ولقد تسعة. تسعة تراه. تسعة تراه. تلك عشرة كاملة. بعدين إني رأيت واحد عشر كوكب. بعدين إن عدة الشهور. قال وقف يوم قال وقف. أعطوه 12 دينار وادبلوه له واطردوه. قال ليه؟ قال أخشى أن تقول وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيد. الله ما يبغى يكمل بس. في سورة يوسف لما قالوا لا تقصص رؤياك على إخوتك. يقول سبحان الله رغم أنها رؤيا لكن يعني والده نصحه بأن لا يقص الرؤيا على إخوته. فيقول له أهل العلم في تدبر هذه الآية يعني بعض الناس قد يحسدك حتى على أحلامك التي تراها في المنام. فاكتم بعض أهدافك لوقتها. يعني البعض يحسدك حتى على الأمل على الرؤية على التطلع. فليس كل شيء يقال. يقول العلماء كيف نجمع بين هذه وأن الله عز وجل يحب أن ترى يعني أو يرى أثر نعمته على عبده وأما بنعمة ربك فحدث واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. يقول له السر والكتمان لمن تخشى منه أن يؤذيك أو أن يقف دون أملك. وحدث بالنعم من يحب لك الخير وينشر ويسعد بالخبر الذي تخبره به فهكذا يكون الجمع. يرحمك الله. ليس على كل الناس لأنهم قد يدلونك. في تفسير يا إذا يحبوك بعدد تنازل 40 ثانية. الله أكبر. 40 ثانية. أبو عمر. ما أدري ليش نشرف يا أخي. الموضوع أقضوا حوائجكم بالسر والكتمان أو تستعين على قضاء. يقول في معنى آخر. هو بعضهم يضعفه ترى الحظ الألباني اللي محسنه حسنه الألباني. إيه لا بس أقول له معنى آخر له معنى آخر غير إنه استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان هذا هو. اكتم بعض أهدافك. يا أخوي معناه أنت تقصد معناه ولا اللفظ؟ لا معناه. وقصة يوسف بدأت برؤيا وانتهت بواقع وحقيقة غير المعنى الظاهر. يا سلام يا سلام. شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة.